من ألمانيا نحييكم وأهلا بكم في مراجعة جديدة من مراجعات بدياوي، والمرة دي مع البوكو F1. يلا بينا. اي واحد متابع للتقنيه فهو عارف ان البوكو F1 هو هاتف اثار جدل كبير جدا نظرا لما يتمتع به مواصفات عاليه جدا مقابل سعر رخيص قوي 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 بالنسبه للمواصفات دي. لكن الحقيقه بالنسبه لتصميم الهاتف فهو ما كانش على قدر السمعه الجيده جدا بالنسبه للمكونات، ودي تعتبر من وجهه نظري. الهاتف انا ما حسيتش بان هو بريميوم من ناحيه التصميم، بل بالعكس انا حسيت ان هو تليفون فئه ال 3000 ل 4000 جنيه اخره من ناحيه التصميم. يعني انت لما تيجي تبص الهواتف اقل منه من شاومي فهي بتتمتع بتصميم احسن منه او كخامات افضل منه. لكن ارجع واقول، هل الكومبوننت او المكونات الداخليه للتليفون تشفع لي ان انا اتغاضى عن التصميم ده؟ الحقيقه انا ما كنتش حابب ان انا اشوف الحواف الكبيره قوي دي في الناحيه السفليه. النوتش انا ما عنديش مشكله عليه لان هو في الاول وفي الاخر ترند، فشئنا ام ابينا هو ترند. خلاص ابل عملت الترند وكل الشركات هتمشي وراها حتى لو كان النوتش محبوب او غير محبوب لدى بعض الناس. لكن شاومي حلت الموضوع في السوفت وير بشكل نسبي، لما يجي وقت السوفت وير نتكلم عليه في الفيديو هنبقى نوضح النقطه دي. لكن الخامات انا ممكن اتغاضى عنها، لكن انا كنت حابب ان انا اشوف تصميم افضل من كده بشكل ملحوظ. انت حرفيا كانك جبت وحش كاسر اللي هو سناب دراجون 845 او مكونات الجهاز الداخليه وحطيتها في حديقه حيوان الجيزه. ده ابلغ تشبيه من وجهه نظري للي حصل من ناحيه التصميم. لكن على كل حال انا ما عنديش مشكله مع البلاستيك، لان في الاول وفي الاخر انا كوجهة نظري اديني تليفون مصنوع من المية، بس اديني اعلى المكونات الموجودة في السوق. وده اللي عملته شاومي، وده بالنسبة لي الفلسفة دي تليق معايا تماما تماما تماما. وفي الاول وفي الاخر اغلبنا بنستخدم كفر، وده اللي شاومي عملته ان هي بتوفر لك كفر في علبة التليفون. فبالنسبة لي التصميم قولا واحدا مش هو التصميم اللي انا كنت اتمنى ان انا اشوفه مع الكومبوننت او المكونات دي. انا ما عنديش مشكلة اطلاقا مع البلاستيك، استخدم مية، استخدم ورق، ما عنديش مشكلة طالما هتديني اعلى المكونات، لكن كنت تديني تصميم احسن من كده. وعلى ذكر التصميم وعلى ذكر النوتش، فالفيس اي دي فعلا في التليفون كان يستاهل ان يكون النوتش ده موجود فيه. حقيقي استخدمت الفيس اي دي في التليفون وكان اداها فعلا حلو قوي قوي. لو انا مغمض عينيا مش هتفتح، لو انا في الضلمه بتفتح، لو انا في اي مكان بتفتح. يعني حرفيا التليفون مقفول مجرد ان انا ابص له يفتح، ودي فعلا حاجه قويه جدا. مش محتاج طبعا اتكلم على البصمه، خلاص يعني اي تليفون ب 1000 جنيه البصمه الخلفيه بتاعته بتبقى كويسه جدا، فما بالك بتليفون من شاومي ب 6444 جنيه، فدي ما فيش عليها اي مشكله. فعشان كده انا فعليا بقول انا ما عنديش مشكله يا شاومي بي استخدم ازاز واستخدم بلاستيك، طالما زود البلاستيك وزود الازاز، طالما تديني فيس اي دي وهتديني سناب دراجون 845، يعني طالما تديني فيس اي دي بالقوه دي صوبات، انا ما عنديش مشكله. دي نقطه. النقطه الثانيه هي 64 جيجا ذاكره داخليه، انت بتتكلم في 6 جيجا رام، 64 جيجا ذاكره داخليه مع امكانيه اضافه ميموري كارد مكان الشريحه الثانيه، ما اعتقدش انك هتحتاج ميموري كارد. وعلى ذكر الشريحه الثانيه، فالتليفون بيتمتع بان الاثنين ممكن يشتغلوا 4G، ودي نقطه كويسه جدا 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 ان انت يكون معاك تليفون بيستخدم شريحتين 4G. شاشه التليفون كانت فعلا مبهره، انت بتتكلم في شاشه بدقه فول اتش دي بلس وعلى حجم 6 بوصه. شاشه التليفون كانت فعلا قولا واحدا مبهره، انت بتتكلم في شاشه بدقه فول اتش دي بلس وعلى حجم 6 بوصه، فمفيش اي مشكله مع البكسلات. اتكلم في بكسلات معديه 300 بكسل في البوصه المربعه، طبعا حمايه جوريلا جلاس 3. انا ما عنديش مشكله فعليا مع الشاشه، بل بالعكس انت تقدر تعتبر ان الشاشه الخاصه بالبوكو اف 1 هي احدى مميزات التليفون، لان فعلا الشاشه الوانها رائعه، زوايا الرؤيه والوضوح جيده جدا، السطوع والوضوح تحت اشعه الشمس رائع. الشاشه طبعا عشان خاطر هي بالابعاد الجديده فما تحسش انها 6 بوصه، هي 6 بوصه رقم بس ما فيش بركه خالص، اللي هي 6 بوصه الجديده مش زي ال 6 بوصه بتاعت زمان كده ايام العز قبل التعويم. وطبعا لان الشاشه بدقه فول اتش دي فهي هتكون موفره طبعا في البطاريه اللي بسعه 4000 ملي امبير، واللي كان ادائها فعلا مبهر. انت بتاخد اعلى اداء مع شاشه محترمه مع بطاريه مميزه، 4000 ملي امبير ادتني زياده عن 7 ساعات سكرين اون، وده رقم ممتاز جدا، فما تحملش هم البطاريه. لكن للاسف التليفون بيدعم الشحن السريع، لكن الشاحن اللي جاي مع التليفون ما بيدعمش الشحن السريع عشان شاومي تقلل التكلفه وتقلل سعر الهاتف. فانت لو عايز تمتع بالشحن السريع التليفون ده ياخد حوالي ساعتين ونص شحن، وده رقم انا شايفه يعني مش كبير. لو انت طبعا عايز ياخد ساعه ونص خلاص اشتري شاحن سريع. لما تيجي تتكلم عن البوكو اف 1 فانت لازم تقول سناب دراجون 845 ب 6404.
6444 جنيه. قولا واحدا انت ممكن اصلا تعمل فيديو كده سناب دراجون 845 ب 6444 جنيه، سناب دراجون 845 ب 6444 جنيه. خلاص يعني انت محتاج ايه؟ يعني اقوى معالج في العالم موجود في التليفون ده، خلصت ب 6444 جنيه. يعني ما تقوليش اداء التليفون بيهنج، ما تقوليش انا التليفون عامل ايه معايا في الالعاب. انت معاك معالج هيسندك لسنتين ثلاثه قدام من ناحيه الاداء. انت بترمي 6444 جنيه في اقوى معالج في العالم، يعني انت بتتكلم على تليفون هيرمي معاك لسنتين وثلاثة قدام من ناحية الاستخدام ومش هيقول لا. انت بتتكلم عن تليفون بيديك زيادة عن 266 الف نقطة، خلصت. طب يا بدياوي انا هاخد اداء حلو جدا. لا، ده انت مش كفاية انك هتاخد اعلى اداء، ده انت كفاية انك هتاخد سوفت فعلا من اعلى السوفت وير الموجود في العالم. انا شخصيا بعتبر ان اعلى سوفت وير موجود في اجهزة الاندرويد هو الموجود في النوت 9، يلي الاندرويد الخام، يلي الواجهة الخاصة بشاومي. شاومي بقى عملت حاجة حلوة جدا في التليفون ده، انها نزلت التليفون برو ميو اي الخاص باجهزتها لكن بلانشر بيقرب من الاندرويد الخام، ودي كانت نقطه بعيبه عليها في الشركات الصينيه انها كانت بتقرب للاي او اس الخاص بالايفون عشان خاطر المستخدم الصيني بيحب اجهزه ابل، فبتقول له اهو هنديك نفس الديزاين بتاع اجهزه ابل. لكن في البوكو شاومي بعدت تماما عن الاي او اس. انا اتمنى ان اللانشر ده يكون موجود في كل اجهزه شاومي قولا واحدا، حتى لو مش هيكون بشكل اجباري يكون بشكل اختياري، ان انت تديني اوبشن ان انا اتمتع باللانشر المحترم ده. وبالمناسبه اللانشر موجود دلوقتي على البلاي ستور وموجود في ملف اي بي كي، هسيبه لكم في وصف الفيديو من خلال الضغط على عنوان الفيديو ده، تقدروا تجربوه حتى لو مش معاكم جهاز شاومي. النقطه الثانيه النوتش، شاومي اضافت مميزات حلوه جدا في التليفون زي انك تلغي النوتش تماما او انك تعمل جيسترز الخاصه بالايفون اكس، زي انك تسحب من الاسفل للاعلى بحيث انك تخرج من التطبيق، او من السحب من الجانبين بحيث انك ترجع باك، بحيث انك تتمتع بتجربه الشاشه الكامله. فانا شخصيا مبسوط من الاداء ومبسوط من السوفت وير اللي هم يعتبروا العمود الفقري لاي تليفون، وهم اللي بيشيلوا التليفون. التليفون عباره عن سوفت وير واداء، ده من وجهه نظري. لكن على ذكر الكاميرا، مش ده البوكو يا جدعان؟ بس مفيش كاميرا في التليفون. عايز بوكو انسى الكاميرا، ده مش تليفون مخصص للتصوير. شاومي مش هتنزل تليفون يحرق الاي 2 الموجود اصلا ومخصص للتصوير وفتحه عدسه محترمه وفئه سعريه اقل بس بمعالج اقل طبعا وسوفت وير اندرويد جوجل الخام اللي هو مشروع اندرويد 1، مش هتحرق الاي 2 بالبوكو. ما انا مش هديك كل المميزات وفي الاخر مش هتشتريه. ما في مي 8، يعني البوكو يعتبر نسخه من المي 8 بس بكاميرا اقل، فانا مش هحرق المي 8 اللي هو بسعر اعلى، ومش هحرق الاي 2 اللي هو بسعر اقل بس بمميزات اقل من ناحيه السوفت وير ومن ناحيه الهاردوير وبس كاميرا كويسه، مش هحرقهم عشان خاطر البوكو. انا اديتك فيس اي دي واديتك كاميرا امامي حلوه جدا، لكن الكاميرا الخلفيه انا حاسس ان البورتري مود مصطنع، انا مش حاسس ان ده شغل كاميرتين خلفيتين، انا حاسس ان واحد جوه التليفون بيعمله بايديه، انا مش حاسس ان ده شغل ديجيتال. يعني انا مش حابب ان انا اقول ان التليفون كاميرا واحده ان الكاميرا الثانيه زينه، لا، التليفون مش هو التليفون اللي يكون مخصص للتصوير، هيديك صور جيده جدا لكن مش افضل كاميرا موجوده في تليفون. الكاميرا الاماميه حلوه قوي مفيش على خلاف، لكن الكاميرا الخلفيه لا، مش حاسسها انا كبدياوي، مش يعني من جوايا مش مرتاح لها. فانت لو عايز تليفون قوي زي ده وبسعر رخيص بس بكاميرا من انضف خمس كاميرات على مستوى العالم، يبقى يطلع على المي 8 قولا واحدا. لو عايز سعر اقل بس مواصفات اقل بس كاميرا اعلى وتعتبر من الاعلى في فئتها، يبقى خلاص الشاومي اي 2. لكن البوكو اف 1 هو بيديك كل حاجه لكن بياخد منك الكاميرا قولا واحدا، ودي مفيش فيها جدال. واخيرا زي ما انتم متعودين، فانتم عارفين ان انا بستعرض اداء مواصفات ومكونات الجهاز وبعد كده بتوقع رأي بدياوي عن التليفون. وانا شخصيا هتكلم عن رأيي في التليفون من عدة نقاط. النقطة الاولى، سعر التليفون غالي يا بدياوي مقارنة بالهند. معلش يعني في حاجة اسمها نسخة جلوبال ونسخة خاصة بالسوق الصيني او السوق الهندي. فشاومي ون بلس عارفين ان اجهزتها في السوق الصيني بيبقى لها سعر او السوق الهندي لها سعر، وبعد كده النسخة الجلوبال لها سعر تاني. فقارن بين سعر النسخة دي في مصر وبعد كده سعر النسخة الجلوبال على مستوى العالم، شوف سعر النسخة على الاكسبرس، شوف سعر النسخة في اوروبا، شوف سعر النسخة كام في المؤتمر، وبعد كده حوله للسعر بالجنيه المصري، وبعد كده شوف هل فعلا سعرها غالي ولا لا. النقطة التانية، مفيش توكيل لشركة ما على مستوى العالم ايا كان مجال الشركة دي بيتعمد ان هو يكره المستخدمين في الشركة دي او مش عاوز يبيع. لا، ثانية واحدة، لا، في كارل كير انفينكس.
طيب هل سعر التليفون يا جماعة وحش بالنسبة للمواصفات؟ لا طبعا قولا واحدا. انت بتتكلم على سناب دراجون 845. انت ممكن تقول ان التليفون ده نازل عشان خاطر الشركة عاوزة تدلع المستخدمين، عشان الشركة عايزة تكسب مستخدمين اكتر، ان الشركة دي بتغسل اموال، دي ملهاش حل غير كده. يعني فين مكسب الشركة دي لما تنزلك سناب دراجون 845 وفيس اي دي وبلا بلا 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 بالسعر ده؟ مفيش. صدقوا فكرة حلوة ان احنا نسمي يعني انا جاي على بالي دلوقتي ان احنا نسمي، انا لسه ما قررتش اسمي الفيديو ايه، فاحنا خلاص انا دلوقتي اعتقد ان انا هسمي الفيديو لما الشركه بوكو اف 1 لما الشركه تحب تدلع مستخدمنا، اعتقد ده عنوان الفيديو هيكون. طيب مقارنتهم مع الهونر، مع الاونر بلاي، الاونر بلاي في فئه والتليفون ده في فئه ثانيه. الاونر بلاي نازل بمعالج كيرن 970. كيرن 970 من الظلم انك تقارن سناب دراجون 845 بكيرن 970، من الظلم يعني. معلش سناب دراجون 845 ياخد كيرن 970 ورا مصنع الكراسي قولا واحدا، ما فيش فيها جدال. نقطة كمان، سناب دراجون 845 مقارب لأداء كيرن 980 اللي هو هواوي أعلنت عنه الأسبوع اللي فات، واللي للأسف اكتشف إن هو بيتزور، إن المعالج لما يعرف إن دي تطبيقات اختبار الأداء بيروح رافع الأداء بتاعه. فالحقيقة الباحثين توصلوا إن هم يتحايلوا على المعالج ويشوفوا أداءه الفعلي لو مقارب لسناب دراجون 845، فمن الظلم إن احنا نقارن ده بده. التليفون فعلا يعتبر الأفضل في فئته السعرية. كبدياوي من وجهة نظري إن الكاميرا أنا مش عايزها تكون واو مقارنة بالمي 8، ومش عاوزها تكون واو مقارنة بالايتو عشان خاطر ما تكسرش الايتو، لكن انا كنت حابب ان انا اشوف كاميرا احسن من كده في الفئة السعرية دي مقارنة بالفيس اي دي. وطبعا انا بتكلم على الكاميرا الخلفية، الكاميرا الامامية لا حلوة، الكاميرا الامامية لا حلوة، الكاميرا الامامية لا حلوة، لكن الكاميرا الخلفية كنت حابب ان انا اشوف كاميرا احسن من كده. ده العيب الوحيد اللي يعتبر في التليفون. وزي ما قلت وبكرر تاني، انا ما عنديش مشكلة ان انت هتستخدم لي بلاستيك، ما عنديش مشكلة ان انت هتستخدم لي حتى بلاستيك ريسايكل، حرفيا انا ما عنديش مشكلة ان انت تستخدم لي بلاستيك معاد تصنيعه في مقابل انك تديني الاداء وتديني وانك تبسطني بالجهاز ده زي ما انا فعلا انبسطت من الجهاز ده. فانا شايف ان التليفون خيار ممتاز لاي حد عايز يجيب تليفون وينساه. انت عايز تجيب تليفون وقعد معاك سنه 2 3 ومش هيقول لا. تحديثات شاومي سناب دراجون 845، وبالمناسبه تحديثات شاومي بتكون اسبوعيه او شهريه حسب النسخه اللي بتكون عليها، وطبعا زي ما احنا عارفين ان شاومي بتدعم الاجهزه بشكل رائع. فانا ما عنديش مشكله ان انا اتغاضى عن الشحن السريع اللي انا بتكلم في 4000 ملي امبير، فدي تشيل دي. ما عنديش مشكله ان انا اتغاضى عن البلاستيك الموجود في التليفون مقابل ان انا اخد المكونات دي. ما عنديش مشكله ان انا اتغاضى عن التصميم في اللحظه دي مقابل ان انا فعلا خدت جهاز انبسطت من استخدامي اليومي ليه. في النهايه الدقائق البسيطه اللي انت شفتها دي كانت عباره عن شغل مبذول خلال ساعات كبيره جدا. فلو عجبك الفيديو وشايف انك استفدت منه، ممكن يوصل لك اشعار باحدث الفيديوهات من خلال الضغط على اللوجو اللي ظهر لك دلوقتي او من زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو. ما تنساش تفعل الجرس وتتابعنا على مختلف المنصات، فيسبوك، تويتر، انستغرام، سناب شات. اشوفكم على خير فيديو اخر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.